أطلعني عن الوضع الميداني لقوات الجيش في الجنوب الغربي للعاصمة. أول شيء يعني اليوم صار في تقدم كبير لقوات المنطقة الغربية باتجاه منطقة الهيرة، ووصلوا إلى عند بوابة الهيرة. طبعا هجوم كاسح قاموا به جيش المنطقة الغربية من محور العزيزية إلى محور الهيرة. طبعا غنموا عدد 3 دبابات وتم تفجير تايجر وسيارة إجراد، عربة إجراد، وتم تفجير بعض الآليات. طبعا مجموعة من كبيرة من الأسرى، وتم يعني ولقينا حتى أكثر جثث يعني هاربين ومسيبين جثهم. يعني الحمد لله حاليا السيطرة، تمت السيطرة من السواني إلى عند بوابة الهيرة اللي هي مدخل غريب. طيب على صعيد الوضع الميداني أيضا في تلك المنطقة، كان هناك حديث للناطق باسم ميليشيات حفتر المسماري، وقال بأنهم قد أسقطوا طائرات لقوات الجيش الليبي، ونفى المتحدث باسم الجيش الليبي تلك الأخبار. يعني هل هناك أي إصابات أخرى في صفوف قوات الجيش الليبي الآن بعد اقتحامهم للهيرة؟ ما فيش أي إصابات، ما فيش حتى الطائرات، قصة الطائرات هذا غير صحيح الخبر هذا. الطائرة طائرتهم هم وسقطوا هم يعني نفسه. نعم. طيب على صعيد الوضع الميداني أيضا في الجنوب الغربي للعاصمة، كان هناك جريمة قد تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنون، وأن ميليشيات الكرامة قامت بعدة تصفيات ميدانية بعد اندحارها من المناطق التي كانت تسيطر عليها. إذا كان لديك أي معلومات عن هذه التصفيات. في صحيح، في معلومات هذه موجودة صحيح، وتم تصفيات بعض، تم تصفيات حتى يعني بعض الهجرة الغير شرعية. نعم. تم مدامة مقر الهجرة غير شرعية، وتم تصفية بعض الأفارقة. كلام صحيح هذا 100%. نعم. أشكرك جزيل الشكر القائد الميداني أكرم شيوب، كنت معي عبر الهاتف.